أغنية جميلة جدا وأداء أكثر من رائع من الفنانة إنصاف فتحي، وكأغنية ولادكو من كلمات وألحان سليمان عطية. واحدة من الأشياء الجميلة واللي كانت ممكن هي كثير من الناس يعني قامت مارستها أثناء الحظر المنزلي، إن هي تتعلم الموسيقى، إن هي تبتكر أو تكتشف مواهب مدفونة كثير جدا في أبنائها، في نفسها وغيره. واحدة من الأشياء برضو مهمة القراءة والاطلاع. كثير من الناس انتهزت فرصة الحظر المنزلي بصورة إيجابية جميل، واطلعت على كثير من الكتب، وكثير من الناس برضو بتحب الشعر، والشعر سحره مختلف. فيمكن نحن او انا واحده من الناس اللي كنت بحاول انه يعني احفظ قصائد جديده، بعرف على شعراء جدد، اكتشف قصائد مختلفه ومميزه، واطلع على كتب شعريه ايضا مميزه مختلفه لجمال الشعر وسحره يعني. صحيح، اذا فقرتنا الاولى ابداعيه عبر صباح الشروق كامله تتدسم باختلاف شخصها اللي هو جاب كل ولايه السودان وكمان ما كده بس حتى على نطاق العالم، تأثيره بيكون كبير وقوي على كتاباته الشعرية. نعم يعني. الشعر حتى في ذات نفسه هو عبارة عن إحساس الشاعر بكثير من المشاعر المختلفة، بيحاول هو يرسمها بصورة نمطية مميزة وجميلة، ألا وهي الكتابة والمفردات المختلفة والأماني كثير جدا. فكان نصيب الشاعر خالد محمد عثمان من الأماني، خلونا نقول كبير وجميل، بديوانه الشعري دعبنا الأماني. ويمكن أن هو ذكر في القصيدة المميزة في دعبنا الأماني: يا ما دعبنا الأماني ننتظر ضحكة عيونك، لو حصل جربنا نفرح، الفرح من وين بدونك؟ برضو نتحمل صدودك انت بإصرار تجاهي، ما يمكن ترجع، عمر بيك يبقى صافي. هو علي أحضان الوطن لو الآن 5 شهور في السودان، ورحب جدا بالأستاذ الشاعر خالد محمد عثمان. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير وصباح الشروق، والواحد سعيد أن يكون في معيتكم، وأتمنى أكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. نعم، إحنا كمان سعداء جدا بك أستاذ خالد. ويعني لما نقول شاعر معناها زي ما ذكرت إنسان بيحاول إنه هو بإحساسه يعبر عن حسيس أشخاص يعني كثر، يعني بتلقى إنه القصيدة مرات بتمسك، بتعبر كأنها هي كتبت لك. فهنا عايزين نعرف أولا، حدثنا عن بدايتك الشعرية عموما وتحديدا شعر الغناء. والله أنا الحقيقة بديت بنوعين من الشعر، الشعر الفصحى والدارجية الأغنية السودانية. الحقيقة يعني وأنا تقريبا في ثانية أو ثالثة ثانوي عام ابتديت أكتب، والحمد لله يعني شجعني الحلنجي. ما سهل. أيوة شجعني والله إسحاق الحلنجي، قرأ لي قصيدة والحمد لله منها انطلقت الحمد لله، كان من ذاك نعم. وبعد انقطعت وعشت سنة في كندا في الوسط، لكن انقطعت الوسط لكن انقطعت من الكتاب. يعني صفحة الفيسبوك أغنيات كثيرة يتلحن وتتغنى الحمد لله، جديد من الفنانين الشباب والزمن الجميل أكيد يعني. لما نقول بدايات الشخص يعني ما بشرط انه البدايات اكترار لماضي كبير جدا من بداية نشأته او كذا، لكن عموما نحن عندنا في مجتمعنا السوداني زمان الواحد لو حاول يكتشف يدخل مجال الغناء او الفن او كذا شويه كذا بيلاقي صعوبه من الناس المزاي. احنا ما عايزين نقول لك الصعوبه لاقتك شنو في مراحلك البدائيه يعني، لكن نشوف منو ساندك في البدايه يعني، سواء كان محيط اسرتك او الخارج في المدرسه او غيره. والله الاسره كانوا ما راضين لغايه خلص الجامعه ممنوع اكتب شعر بصراحه، ولكن التقيت بالوالد الاستاذ المرحوم اسماعيل الحسن واسحاق الحلمي طبعا، دي اكثر ناس شجعوني وقفوا معي يعني، وقالوا لي هيكون لك شان ان شاء الله في يوم من الايام. لكن كنت بتكتب بالدس؟ ايوه نعم، حتى في جدار الوارث صوت وكتبت قصيده ومشي من ابويا مسحناها. ايوه الله يرحمه. طيب اول بما انه في ذكريات مختلفه حول بداياتك، وانه قدر ايه اصرارك وعنادك على انك انت تحاول تكتب مع يعني الحياه اللي بتحس بها والاشعار وغيرها، اول قصيده شعريه انت نظمتها يعني وتحولت لاغنيه؟ يا ما داعبنا الاماني ننتظر ضحكه عيونك. يا سلام. والديوان طبعا داعبنا الاماني لحن الاستاذ حسن بابكر، وغناه الفنان سيد عوض. اول اغنيه طلعت لي طبعا وانا في الثانوي الاولى تجاره تقريبا. طيب ما نسمعها ابيات قديمه جدا. اها نسمعها منك انت وصمح الشعر في خشم سيده. نفس الابيات ولا عموما يعني أي. والله انا القريب لي قلبك. القريب لي قلبي عايزين حاجه استناها باستناها، لما الليل ساعات تودع صوت الساقية مع الفجرية، ولما المطر ترش والجو حصرية، ولما الموج يتراقص فرحة
وكل الدنيا تكون حنية بستناها وبتمناها بتمناها ساعة النسمة الشايلة الشوق توصلنا في لحظة هنية على جنحين أجمل قمرية ونحن نكون صفين النية وكل الدنيا بتضحك وتمرح الأيام راح تبسم تاني والسنوات تمتد أماني والأحلام بتكون وردية وكل جروف الضفة اليانعة ليك تخضر وتبقى ندية. استنيت كثير أنت حتى وصلت ليه؟ بستناها وبالتأكيد راح بلبس بلدي هي لو جات بيتوب سوداني بيجي بعمة وجلابية وتتفنن وترسم حنة بتفاخر بيا يا سلام وتعرف كيف أنا قلبي بحبك وروحي وفية وبستناها لما الليل ساعات وتودع صوت الساقية مع الفجرية يا سلام. أنا بتخيل معلش يا ألينا لما هو بيتكلم وبقيف يعني هي بداية لتأمل عنده هو في نص الشعر لكن يعني أنا افتكرت إنه هو إنه خلص أنا. هي جميلة يعني حقيقي ودي تغنت القصيدة دي والله لسه أنا بقترح غايته إنها تتغنى بعد جائحة كورونا مباشرة مناسبة جدا يعني نعم خاصة في الخريف يعني لأنها فيها في أمل وتفاؤل وجمال يعني والأجمل ما فيها في نهايتها في بتكلم عن التوب السوداني والطاقية والجلابية والهوية السودانية فحاجة جميلة جدا يعني طيب استنيت كثير حتى إنه تصل للمراحل دي وتقابل فنانين هم عندهم شأن في الساحة الفنية وشعراء كثر في المجال الفني هل استنيت كثير صبرت لكل نعم. الفترة دي؟ نعم والله صبرت وطبعا الغربة أخذت مني الكثير جدا ولكن بالرغم من هذا كنت بتواصل عبر الهاتف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقريبا أنا ما خليت شاعر غنائي إلا وأعرف وأعرف أخباره واتصل عليه حتى لو مريض حتى لو في القاهرة ما انقطعتها منهم والله يعني أنا أقصد المعنى الحقيقي هل استنيت بسبب الظروف اللي بتكون في الحياة مرات أنت في بداياتك بتحاول أنك تصل لفنانين لشعراء تتعامل معهم أو كذا فهل واجهتك صعوبات حتى أنه تصل للمرحلة دي؟ نعم الصعوبة واجهتني كثير نظرا لظروف الغربة ولكن الفيسبوك سهل علي الأمر كثير وتعرفت بكبار الملحنين الحمد لله وتلحنت أكثر من أقل شيء تقريبا 40 أغنية تلحنت الحمد لله نعم في الغربة يعني أنا في الغربة بسمع أغاني تتغنى لي هنا جميل. بدون ما أعرف حتى من الفيسبوك والله الإبداع لا يعرف حدود نعم يعني نعم. بيصل أكيد استعبت جدا يعني طبعا انتظرت كثير يعني تقريبا 10 سنوات لغاية تطلع لي أغاني كثيرة يعني اللي بيخليك تصبر في الثانوي وفي بداياتك يعني المحاربة اللي أنت لقيتها في مقابلينك بتكتب كلمات بيخليك أكيد تصبر لغاية ما تصل نتمنى لك الأفضل ونشوفك دائما مع كبار الفنانين في السودان إن شاء الله لكن خلينا نتكلم عن 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 خالد كيف بيرى وقع الأغنية السودانية الآن تحديدا والله الأغنية السودانية الآن بخير وأنا يعني سعيد جدا في أغاني جميلة بتطلع ولكن في بعض الاغنيات يعني مهزوزه وهابطه لانه يمكن الساحه الفنيه بكثير من الاغنيات والاصوات المختلفه رؤيه كوني سوداني تحديدا يعني الى الان يقال انه هي ما وصلت للعالميه ما وصلت خارج يعني فنانين كبار مثل وردي رحمه الله عليه وغيره قدروا وصلوا بالاغنيه السودانيه خارج البلاد مع اكيد بالتعاون مع الشعراء لكن واقع الاغنيه السودانيه الان كيف تراه انت والساحه فيها عدد من الاصوات الفنيه المختلفه يعني والله يا اخي انا استمعت لاسرائيليه تغنت بأغنية الأستاذ عبد الله السالم وانبسطت جدا يعني في كندا ويعني كل لازم تسمع أغنية سودانية من ألحان الأستاذ عبد الله السالم وفي أغنيات كثيرة الحقيقة بدأت تنتشر ولكن المشكلة في إنه الشباب استعجلوا يعني الأغنية ما لقوا النص الجميل ولا الملحن المقتدر لكن في شباب الله لو لقوا الرعاية والملحنين المعروفين بيطلعوا اغاني جميله والله يعني اها نعم. طيب استاذ خالد يعني مصحوب بنص شعري انت ذكرت معظم الكتابات الشعريه اللي هي من اعمالك انت كانت في الغربه نعم. وده لو بقودنا لسؤال انه منتوجك الثقافي والادبي كله خارج حدود الوطن قدر كيف الغربه ممكن تشكل الشاعر الفنان يعني خارج بلده والله في الغربه انت بتكتب اكثر وصيه الاستاذ سيف الجامعه قال لي يا خالد قبل ما تجي السودان اكتب اكبر كميه من النصوص تجي السودان بتنشغل لكن الحمد لله حتى جيت تقريبا من الخمسه شهور كاتب 3 نصوص تقريبا ايوه شنو النص يعني نص كتبته خارج حدود الوطن السودان وظل راسخ انت في وجدانك وممكن يكون عبر عن حجم الفراق عن حجم البعد ما بينك وما بين السودان طيب تعال نكسب قلوب الناس أه. تعال نكسب قلوب الناس
تعال نجمع كنوز الحب، تجي نتقاسم الأرباح، يكون ديدنا كل سماح، نلامس رقة الأرواح، نوزع للحزانة فرح، ونزرع بالأمل أفراح، تكون البسمة بلسمنا، نطيب بيها ألف جراح، نعوض من عمرنا الراح، تدوم روعة أماسينا، ونرسم للمحبة صباح، ونلبس بالمحنة وشاح، نطلع فاصل من الإيمان، سور لين الغرب والصاح، وسور لين الغرب والصاح. جميل جدا كلماتك، يعني إحساس الألم يعني واضح إنه ببلده جدا لبلد هذا أكيد بسبب ظروف الغربة يعني. لكن خلينا نتكلم عن الشعر، طبعا مختلف شعر دوبيت والمساعدية، الشعر الدارجي، الحلمتي، وطنية. أيوة، أنت بتلقى نفسك وين؟ والله في أي نوع من أنواع الشعر؟ أنا جربت كل ظروف الشعر تقريبا، ما خليت أي يعني، حتى الوطن، الغربة، الزراعة، الطبيعة بالذات، يعني أنا كل كتاباتي يعني فيها أمل وفيها نضج وفيها حزن برضو، كل شيء موجود الحمد لله. وشعر الحبيبة وين من الكلام؟ والله الحبيبة موجودة موجودة والله، أغاني كثيرة يعني. آخر نص كتبته معقولة، معقولة أوصل منتهاك، وأنا ماشي فوق خيط عنكبوت، كل ما نضحك خطاك ترحل سنين عمري تفوت. أنا وانت سطرين في كتاب، بالبهجة والشوق والوتر، أرسمني في جوك سحاب، لونين من الغيم والمطر، فرحين على صدر العذاب، موجين بيرقصوا للبحر، وقلبين بيتحدوا الصعاب، طفلين بيحلموا بالضباب، فاردين جناحين السفر. معقول أوصل منتهاك وأنا ماشي فوق خيط عنكبوت، بتمنى تديني الأمان لو مرة حسيت بالخطر، معقول أوصل منتهاك في عتمة الليل والسكوت، وأنا ماشي فوق خيط عنكبوت، وأنا ماشي فوق خيط عنكبوت. يعني شوف الصياغة المبالغة كيف، ما حد بيقدر يمشي فوق خيط عنكبوت. فيعني جمال الوصف والإبداع والتورية وغيرها من الأشياء الإبداعية الجميلة في الكتابة، يعني واضح جدا في أشعارك الحلوة السودانية الدارجية اللي احنا بنحبها كده. طيب أستاذ خالد، احنا الآن في فترة ديمقراطية كاملة الدسم. ده كمان بيجي فيه الدور الوطني الكبير اللي بيكون للشعر بحجم ثراء السودان وتنوع. احنا بنتكلم عن ساحنات، وانت كمان جبت ولايات السودان وحتى عبرت السودان خارج حدود الوطن، وبالتاكيد بتكون الهويه السودانيه لسه فيك. لو تكلمنا عن كتاباتك الوطنيه اللي هي بتدعو دائما للوحده وللسلام وللامل وكمان للتقدم والنهضه. والله عندي نص تغنت بها الاستاذه انصاف فتحي، امدور حبيبه الروح، شوفوا وين ما اروح. وعندي اخر كتبته خلوا بالكم من عزيزه، كتبت عن الوطن طبعا، وشغال في استاذ تلحين وزين، حددنا الفنان تقريبا. جميل، الكتابات كثيره يعني انت نوعت وامتحت في الكتابه وامتحت ايضا. لكن ليه بالتحديد ديوان دعبنا الاماني يعني لقى رواج وصدى كبير جدا؟ والله ده اول ديوان بالنسبه لي طبعا، هذا الديوان طبع وانا في كندا، طبع والدختين الحمد لله قام بالواجب، ولغاية ما عمل كل المراحل وسجل وأجاز النصوص وقام طبع الكتاب، وأنا كنت في كندا. التدشين كان في تورونتو العاصمة الصناعية في كندا، في دار الجالية السودانية، وتدشين آخر في أوتاوا العاصمة السودانية، العاصمة السياسية أوتاوا، برضو في دار الجالية السودانية. طيب انتوا كيف هناك بتمثل السودان؟ معروف انه الانسان السوداني بهويته بشكل دبلوماسية شعبية عشان يعكس الجانب بتاع الوطن، هل هناك برضو عندكم معارض يعني بتبرزوا الجانب السوداني الجميل من خلال الشعر ومن خلال الهوية الفولكلور السوداني؟ يعني في معارض خارج الوطن؟ نعم، في معارض وفي عروض جميلة لأهلنا من شرق السودان، رقصات شرقية، عندنا بنات بندربهم كيف يعني عند الزواج، مثلا عادات الزواج وطريقة الزواج، في يعني نشاطات ثقافيه يوميه جميله، وحتى الحفلات الغنائيه. يعني اخر زياره لانصاف فتحي كانت طبعا معنا في البيت وشهر كامل، ده تواصل يعني. نعم، حتى الاجيال السابقه اللي تولدت في كندا والاجيال السودانيه. نعم، غنت في جميع ولايات كندا تقريبا، وكان في حضور وجمهور يعني عشق. استاذ عبد القادر سالم، واستاذنا
عاصمة البنا، فنانين كثيرين بيجوا طبعا، والناس بتعشق الفن والناس بيجوا مسافات. ردود الافعال كيف؟ يسافروا 4 ساعات الاسره السافره عشان تحضر الاغنيه. الردود بتكون كيف؟ والله الناس المقيمين او بتفرح. نعم بيلقوا الناس بفرصه كبيره لان الناس بعيده اصلا من بعيد، وبتحب الاختلاف يعني للتلاقي. الناس بتعود السودان في اللحظات ذيك بالمناسبه، تلقى نفسها كانها في السودان ام درمان او في السودان مصغر. نعم يعني والله نعم جميل. الناس ترقص وتفرح، حتى الاطفال يعني مع الموسيقى السودانيه بينبسطوا، حتى الاجانب بيجوا بالذات الاجانب بتكون في فرصه تنقل ثقافه فنيه معك. جميل. طيب استاذ كمبدع انت يعني هل حاسس انه انت عندك رساله مجتمعيه بتأدي فيها تجاه مجتمعك يعني، واذا كان ما هي؟ والله انا اتمنى يعني الشعب السوداني مثلا في كندا جائحه كورونا، الناس التزمت من غير بوليس، من غير ضغط، من غير أوامر، الناس بتحترم القانون يعني. الناس المفروض كان هنا يعني شوية كده تحس بالمسؤولية ويحاول يقعدوا في بيوتهم والسلام الكثير والخلط الكثير عشان الجائحة تنتهي ونحن نطلع يعني ننتج ونزرع، البلد محتاجة يعني لإنتاج. ما كتبت الكورونا؟ ما كتبت يعني عن والله ما كتبت الظروف تحديدا يعني. ما كتبت لأن الناس كثيرة كتبت. أنا دائما ما بحب أتطرق لموضوع كتب فوق ناس كثيرين بتخليهم الفرصة. لكن يعني بكتب عن الوطن. أيوه هي الكتابات أصلا كانت مختلفة يعني أغلبها بيدعو للتفاؤل والأمل. أيوه. باعتبار أنها هي ظروف قاسية وقاهرة في كل العالم. طيب نرسم ملامح الوطن الصباحية عبر شمس الثورة السودانية صباحا يعني شعرا. شعرا. طيب انت ذكرتك انا العزيزه هي لسه في طور. خلوا بالكم من عزيزه، خلوا بالكم من عزيزه وضحكتها الحلوه اللذيذه، البت الغاليه العزيزه شاربه من نيل الطفوله وواقفه للوالدين ركيزه، وخلوا بالكم من عزيزه البت الكنداكه تكبر ترفع السودان وراسنا، تفتخر بيها المحافل وتبقى قدوتنا واساسنا، تدخل الروح والمشاعر بين عناويننا وحماسنا البيت السمح العزيزة، وخلوا بالكم من عزيزة يا أمانين النظيرة، وبسمتك حنة وضريرة الرزاز انت ومطيرة وانت لساتك صغيرة، بكرة تكبر يا أميرة تبقي دكتورة ووزيرة ويفرح السودان ده كله، نرسمك أفراح وبهجة بالطمي وموجة الدميرة، قوموا بشروا لي عزيزة ويلا افرحوا بي عزيزة، احلى زغروده العزيزه واحلى زغروده العزيزه. جميل. العزيزه الوطن طبعا. اكيد. طيب احنا عايزين برضو نشوف حاجه عن الشعر الحلمنتيشي اذا موجود يعني تقول لنا. صار لك كثير وقت ابداع معك يعني شعر. انا ما حافظ كلها لكن امشي وش التركتر. يوم تقوم من نومك انت بيبقى وشك اشنى اكثر يا عواليك يا مبهدل، وفي كلامك شين واشتر. انت راس كديسة والشعر في شكله زي تنباك مطر، وريحة العد عدت في هدومك من مسافة بعيدة تصهر، انت يا وش التركتر، انت يا وش محفر، وانت قرد المعسكر. يعني طيب يا استاذ خالد، لو قلنا ان الشعر الحلمنتيج فيه نوع من الفكاهة او كذا، شوف المعالجات الممكنة علي الشعر الحلمنتيج برضه يعني، ولا هي مجرد من وحي الواقع، ولا هي برضه عندها رسائل توعوية ارشادية مختلفة؟ والله ما في شك عندها رسائل توعوية كبيرة جدا. يعني اي شاعر يتطرق لموضوع حاجة يعني مدفونة في احاسيسه ومشاعره بيطلع للناس بيعالج بها الف والف مشكلة في السودان طبعا او مشاكل. رسالتها واضحه بتكون اكيد. طيب المرأة السودانية في كتابات خالد تحديدا. والله بالمناسبة اتمنى يعني انا كتبت اغنية للمرأة للاسف ما جايبها معي، ما محضرة يعني نص يعني لسه عم اتلحن ولا اتغنى، ولكن بتكلم عن المرأة السودانية او الزوجة السودانية كيف يتزوج الى اولاد يكبروا يعني. حاجه اشاهد بها الناس كثيرين يعني بس انا ما حافظها يعني. طيب. الام والاب تطرقت لكتابات لهم الاب برضه تطرقت حتى المتوفي والحي كيف بكارح وبيعرف يعني ابوي اللي ما عنده غيره، ابوي كتر الف خيره، ابوي رقدنا في ضراعه ويعني من الاب والام والخال والعم والاخت. جميل. نعم. طيب خالد يعني احنا كنا في سودان جديد قبل سقوط النظام
بقى كان في تضييق كبير جدا، سواء كان في الشعر انفتاح كبير نحو المعاليات الوطنية أو القضايا اللي بتكون في المجتمع، عموما الكتابات ممكن تلامس ويدان الشعب السوداني ومشاكله، يعني أنتم بترسموا صورة ذهنية إيجابية لكن في حجم التضييق كانت هي ما بتنشر. نشوف كيف أنت زاوية تشوفك بالنسبة للثورة السودانية رغم التضحيات الكبيرة. إحنا الآن بنعيش في أجواء خالصة كاملة الدسم، كان مهرة شباب خلص من أمواته العزيز لهم الرحمة والمغفرة. هي تقريبا أنا بعتبر من أجمل ثورات الكرة الأرضية بأمانة، أجمل ثورة تقوم في العالم كله هي ثورة ديسمبر أو أبريل، يعني ثورة عظيمة وناجحة وكل شيء. لكن للأسف نحن بلدنا طبعا استلموها جنازة، السودان كان عبارة عن جنازة مكفنة ولازم طبعا يسقوها موية والإنتاج، وعايزة جهد يعني عظيم. يعني نحن ما نقول ما نسوي، بس نحن حنبنيه نحن نبنيه فعلا، وانت برضو عندك دور كبير جدا من خلال الشعر انه حتى تتطرق لجانب. نحن الان في فتره البدايه الرئيسيه انه نحقق السلام، والسلام دائما بيصل بمفهومه الابداع للناس، يعني لما تلامس الناس عاداتهم وتقاليدهم او كذا بيصل غير السياسه، مرات الابداع بيعمل عمل كبير جدا اكثر من السياسه. اتمنى انه يكون في كتاباتك الشعريه. يعني والله في اكيد يعني عندك اكثر من 5-6 نصوص بنفس التوعيه وفي نفس المجال. مستحضر كم واحد او ان شاء الله بسيط كذا؟ والله انا مستحضر حاجه عن المراه. انت اصلك يا حليوه، ابتسامات باقيه للابد، وفي عينيك عناوين المسافرين البعيدين اللي شوقهم ديما يزداد للبلد، وياما يزداد للبلد. طيب ارضك يا بلادي بخضرها وبيجوفها، وكلمة السودان أصيل صار زي تركيب حروفه وهلم جرى. سلام جميل جدا. طيب انت زي ما ذكرت في بداية لما كنا نتحدث معك انه عانيت وانت خارج السودان باعتبار انك انت في غربة، علشان ما تقدر تصل لعدد كبير جدا من الفنانين والملحنين، علشان ما القصيدة والأغنية اللي كتبت تصل للمستمع السوداني. طيب عايزين نعرف مين من الفنانين انت تعاملت معهم؟ منو من الفنانين تحديدا اللي تغنوا لك وعندهم اغنياتك العام؟ نعم والله العديد من الفنانين، اتمنى ما انسى واحد. نبدا بالاستاذ ابو بكر سيد احمد، سيف الجامعه. ابو بكر سيد احمد طبعا غنى لي من اجمل الاغاني الحان الاستاذ يوسف القديل. يا سلام. لما يرحل خاطر عندك واحلى ريت بيناتنا يبدا. واستاذ سيف الجامعه افتقدتك لما يتلموا الحبايب وانت الوحيد اللي كنت غايب. واستاذنا الاستاذه امنيه ابراهيم، انصاف فتحي تقريبا ما انساها، اكثر من 4-5 اغنيات. وامنيه ابراهيم زي ما ذكرتها، واستاذنا الشاب الجميل احمد المامون، هم اللي جينا نسال عن مكانه ونبقى احبابك 200. غنى لي استاذنا او الشاب الجميل احمد البنادول كاس العسل. والله العديد من الفنانين اتمنى ما انساهم يا اخي، كثيرين اكثر من 30-25 فنان. يمكن امنيه ابراهيم عندها فيديو كليب يتعمل باريتريا صحيح؟ نعم نعم هي امنيه اغنيه للاجئين. ايوه نعم، اللي هو كان تغنت مع الولد استاذنا عماد احمد الطيب. لو تصدق لو تصدق وما تصدق اغنيتي انا. نعم لو تصدق وما تصدق، ما في زور في قلبي غيرك، انت قلبي خلاص ملكته ومن زمان اصبح اسيرك. جميل. من الحال الاستاذ محمد كده. طيب استاذ خالد، يعني اللي بشوف في كتاباتك الشعريه رغم انه تنوع وثراء لكن بحس شويه كده بنوع الحنين حنيه. لكن هل بالضروره انه الشاعر لما يكتب الشعر هو بيعبر عن حالته النفسيه المزاجيه حالته العاطفيه، ولا ما بشرط انه هو يعبر بلسان العامه؟ يعني النص طبعا ما خيال بحت، ولكن بالمناسبة أي شاعر بتكون مدفونة في أحاسيسه من طفولته أشياء كثيرة جدا، وفي أثناء مراحل حياته وتطوره، فالحياة دي بتطلع فجأة كده يعني، والأحد بيعبر عنها بكل صدق يعني. يعني أنا قصدت إنه دائما الشعراء متهمين، يعني لما يكتب شعر ويلامس الناس سواء كان فراق أو حب أو كده بقول لك الشاعر ده مر بالحالة دي، مرات هو بيشاهد يعني بيتمثله. الاتهامات دي بتجيكم كثير في الشعراء؟ 90% بتحصل، ما اقول 100% اذا حصل. نعم يعني بيكون فيها جزء من واقعك انت. نعم يعني نعم جزء من نعم واقعك. لكن زي قاضي الغرام، محامي الريده، الاستاذ محمد تبيدي برضو، حقوق الجار
موجود هنا في الديوان برضه استاذ محمد تبيد غنى على الاصبع الفات طبعا قدمها للتلفزيون نعم. طيب استاذ خالد، كواحد من الطيور المهاجره يعني ولسنوات طويله، هل كنت بتتابع الحراك الثقافي السوداني؟ والله متابع جدا عبر التلفونات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الفيسبوك. بالمناسبه انا احب نشط احب يعني بالمناسبه اشكر كل صديق في الفيسبوك، بالمناسبه كانت واجهتي وتلفزيوني في مدى 20 عام. الناس دي يعني جد يعني اشادوا بنصوصي وكتبوا لي كلام انا ذاتي كنت بحتار يعني. من فنانين من ملحنين الى جمهور الى عشاق الشعر الغنائي او الشعر الفصيح يعني. جميل. نعم. يا سلام. طيب نرجع ثاني، انت تكلمت عن تعاونك مع عدد من الفنانين، لكن لو تكلمنا عن التمثيل برضه بتاع الشعراء من وجهه نظرك انت كفنان ومبدع يعني خارج الوطن، مرات احنا بنمثل السودان ما بالصوره المطلوبه، مرات نرسم صوره ذهنيه غير حقيقيه عن البلد، فدور الفنان في توصيل الرساله الحقيقيه بالنسبه للسودان حتى عكس الجانب الثقافي خارج الوطن، وانت لك مده كبيره او سنوات عديده خارج الوطن. يجب على كل سوداني ان يكون سفيرا متنقلا للسودان في اي دوله تطهى اقدام. بهذه الطريقه انت بتوصل يعني كن سفيرا، كن محترما، كن جميلا، كن رقيقا، كن حليما، كن سودانيا اصيلا. يا سلام. حتى تنقل وتعكس جمال السودان وشعب السودان. طيب الى الاخرين. اخر نص كتبته ويعني لمن الفنان تحديدا؟ والله اخر نص للاستاذه انصاف فتحي. بالمناسبه هذا النص يعني له شيء عجيب جدا، كنا في الطائرة يعني راجعين إلى بيتنا من ولاية، والنص كان منشور في الفيسبوك من صاف فتحي، يعني أشادت بهذا النص شديد، ابتدت لحنت هذا النص وهي في الطائرة، وسمحت لها تغني في الطائرة، بالمناسبة كلمت الكابتن قال لها تغني أم دور حبيبة الروح في فؤادي وين ما أروح، غنتها مع الكابتن والجمهور صفوا ولا بالمناسبة. ممكن نسمعها كحاجة نختم بها مثلا؟ أنتوا عايزين الأولى آخر نص؟ آخر نص أول إيه أول اللي أنت حابه يعني ما عندك مشكلة. عايزين أنت مجهزه. كله جاهز ما عندك. ما عايزين نضيق خلاص، بما إنه إحنا الآن في لقاء معاك ونستغل الوقت نشوف آخر نص نختم به. طيب للأستاذ انصاف فتحي ولحنته طبعا في الطائرة، أنا ريدي ليك أبدي وبعشق نفس روحك، تعجبني في صمتك تأسرني في بوحك، أسهرت علينا بالله من تاني وناغم شواطئ النيل بصوتك الحاني، وداعب سكون الليل بلحن وجداني، وزع حنان الكون والبهجة مجاني. جميل. كلم نجوم الليل بالله عريدنا، خلينا نتهنى الليلة يوم عيدنا، وخلي البلد تعرف القاصي والداني روعة جمال روحك. أنا وأنت نور قمرين حضناهم الغيمة، يتلاقوا بالأحضان ضلين قصاد خيمة، مادين أيادي الشوق لحضرة الديمة، وساكنين طيور جنة وحابين رياض دوحك، ساكنين طيور جنة وحابين رياض دوحك. جميل جميل جدا. شكرا. احنا شكرا لك كثير جدا شاعر خالد محمد عثمان على هذه المساحه الجميله. شكرا. وشكرا للديوان يعني دعبنا الامال، اتمنى لك يعني مزيد من التفوق والابداع والامتاع للمستمع السوداني اكيد. شكرا. وانا احب اشكركم جدا على يعني حسن الضيافه والاخوه الجميلين وراء الكواليس، والواحد سعيد انه يعني شافكم عبر التلفزيون، دائما بنشوفكم في كندا. شكرا. ولكن الان جلسنا يعني على بعد يعني خطوة نعم. أو أقل نحن أزعد أكيد. الله يخليك.